عبد الحي مقداد رئيس مجموعة ميجا للاستشارات والتدريب، تفضل دكتور. أنا ودي أقول قصة بسيطة، إنه إحنا شراكتنا مع فيليب كوتلر تمتد إلى أكثر من 7 سنوات الآن، ومع القمة العالمية للتسويق مثل في بهالفترة هذه، الثقة العالية اللي مجتمع التسويق أعطاها للمملكة العربية السعودية ولرعايتنا للمؤتمر على مستوى الشرق الأوسط، ثقة كبيرة جعلتنا نجعل هذا المؤتمر علامة فارقة نحتاج دائما أنه نشتغل عليه، بحيث أنه يكون هو يمثل المملكة العربية السعودية ويمثل التطور اللي وصلت للمملكة العربية السعودية من ناحية التسويق، من ناحية الفكر، وجود فكر وناس مؤثرين مثل الدكتور عبيد العبدلي، الدكتور خالد الراجحي، الدكتور محمد حطحوط وغيرهم من الناس ذوي الفكر العالي في مجال التسويق، اللي احنا نفتخر ان نقدمهم للعالم، وحيشوفوا منتجاتنا ان شاء الله من خلال المؤتمر، وكيف المملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في مجال التسويق ان شاء الله في المنطقة كل في المنطقة كلها، وطموحنا ان نصل للمستوى العالمي باذن الله، واحنا ما احنا عندنا القدرات ان نوصل لاعلى من هالمستوى ان شاء الله، ونكون في مستوى عالمي من ناحيه القدرات التسويقيه، من ناحيه الشركات، شركائنا مدن وشركائنا منشات ايضا دعمونا وما قصروا. سوف يكون هناك حالات تعريفيه عن التطور الكبير اللي وصلت له المدن من الناحيه التسويقيه، من ناحيه شركائنا وين وصلوا في التسويق، حتى نوري العالم قوه المملكه العربيه السعوديه. ليس فقط احنا 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 جهه فقط نملك ريسورس واحد ونملك النفط فقط، احنا نملك الفكر ونملك الناس ونملك الفكر اللي يوصلنا ان شاء الله الى المستوى العالمي. هذه القمه تركز بشكل كبير على ما هو الاجراءات ما بعد جائحه كورونا. المملكه العربيه السعوديه تميزت من خلال اجراءاتها ولله الحمد، ربنا عز وجل من علينا بناس وقاده وصلونا الى المستوى اللي وصلنا له الان، من تجاوز باذن الله عز وجل جائحه كورونا ونصل الى بر الامان. نريد ان نوري العالم ايش اللي احنا وصلنا له، كيف الفكر الاستراتيجي والتفكير وصلنا لهالمستوى المستوى العالي من التفكير. نقول للعالم احنا موجودين، احنا دولة على مستوى تفكير عالي. من سنتين كان استضافة للبروفيسور فيليب كوتلر في البحرين لما سوينا المؤتمر هناك، وكان ثناء من البروفيسور فيليب كوتلر على رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان، وكيف احنا وصلنا في هذه الرؤية برؤية الأمير الشاب إلى أن نتجاوز الفكر النمطي عن المملكة العربية السعودية، ونصل بالمملكة العربية السعودية إلى أنها دولة متقدمة وبالفعل بمسار الدول المتقدمة، ولدينا الإمكانيات ولدينا همة عالية تصل فينا إلى أعلى من القمة بإذن الله. شكرا جزيلا، احنا مستعدين لأي أسئلة نتحاور فيها ونوضح أكثر. سوف يكون من مخرجات القمة إن شاء الله كتاب اسمه بينج بانج بوك، الكتاب هذا حيجمع جميع الدراسات اللي حتطرح في القمة والحالات التعريفية اللي حنتكلم عنها في القمة، حتى تكون الناس تستفيد منها فيما بعد كحالات عملية. واحنا دائما نقول الحكمة ضالة المؤمن، احنا عاوزين نتعلم من تجارب الدول العالمية الأخرى أيضا ونستفيد منها في كيف نطبقها بإذن الله عندنا في المملكة العربية السعودية، وكيف نصنع محتوى وعالم تسويقي عالمي بإذن الله.